فأعلى أهل الإيمان مستوى في الآخرة هم الذين سبقت لهم الحسنى من الله. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فإنهم لا يسمعون حسيس النار وأصواتها مروعة مفضعة يرونها من بعيد في المحشر، لأنه يؤتى بها تقاد بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك، فتحيط بالناس من كل جانب وهم على الساهرة، وقد طال قيامهم عليها وكورت الشمس فوق رؤوسهم فيشتد بهم العرق، فمنهم من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى تندوتيه أي ثدييه، ومنهم من يصل إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فيطول بهم الموقف وهم يرون جهنم وهي تقاد بهذه السلاسل سبعون ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك، سبعون ألفا ضرب سبعين ألفا 4,900,000,000 من الملائكة يجرونها جرا، 4,900,000,000 هذه 70,000 في 70,000 ضرب 70,000 في 70,000 يجرونها جرا، وأهلها يسمعون حسيسها من بعيد وهي تخاطبهم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فإنهم يعرفون أنها مصيرهم وأنهم واقعوها، إذا رأوها عرفوا أنهم واقعوها، نسأل الله السلامة والعافية، وهي أيضا تعرفهم، ففي ذلك الوقت يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعرف المجرمون بسيماهم، تعرفهم جهنم عائدا بالله بسيماهم بأمارات الفجور فيهم، فتسود وجوههم حتى يتخبطوا في الظلام. وهذا يشمل أهل الشرك وأهل النفاق، ولذلك فإن المنافقين يحشرون في البداية مع المؤمنين، ثم بعد ذلك يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فإنه يحال بينهم وبين المؤمنين لخمسة أسباب، فإنهم يقال لهم فتنتم أنفسكم، هذا السبب الأول، عرضتم أنفسكم للفتنة ودخلتم في مواقع التهمة فتنتم أنفسكم، وتربصتم انتظرتم وسوفتم، وهذا التسويف وطول الأمل مضيعة للعمر وترك للواجب، وتربصتم وارتبتم شككتم في المصير والمآل، وغرتكم الأماني، كل إنسان منهم يتمنى أن يؤتى صحفا منشرة من الأعمال الصالحة ولم يعملها حتى جاء أمر الله وهو الموت، وغركم بالله الغرور وهو إبليس، فألقيتم أزمتكم إليه واتبعتم خطواته. فلذلك هذه الأسباب الخمسة هي التي تحول بين المؤمنين وبين المنافقين يوم القيامة. وبهذا فأهل الإيمان أي أهل كمال الإيمان لا يسمعون حسيس جهنم، ولا يفزعون إذا فزع الناس، ولا يخافون إذا خافوا، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتلقيهم يحصل عن كثب، الملائكة تأتيهم من قريب حتى لا تزعجهم أصوات الملائكة،
فهم يكلمونهم عن كذب، الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليك. أما أهل النار فينادون من بعيد، أولئك ينادون من مكان بعيد، نسأل الله السلامة والعافية، بأصوات مفضعة مروعة مرتفعة، فتناديهم الملائكة من بعيد، بخلاف أهل الإيمان وأهل التقوى فإن كل شيء هنالك على وفق ما يشتهون ويتمنون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا وهو ما لا خير فيه من الكلام، ولا تأثيما أي لا تكذيبا، لا يكذبون فيما يقولون ولا يكذبون فيما وعدوا إلا قيلا، هذا استثناء منقطع، لا معناه لا يسمعون فيها إلا قيلا أي قولا ما هو هذا أحسن القول وأشرفه سلاما سلاما. فالملائكة يسلمون عليهم من كل باب، وأعظم ذلك تسليم الرب جل جلاله بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأولئك الذين يرون المزيد وهو رؤية الله جل جلاله لا ضيم عليهم ولا مذلة، فلا تخشى وجوههم المذلة ولا الكآبة، بخلاف الآخرين فإن الكآبة والمذلة تخشى وجوههم بالسواد، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة وزيادة وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالناجون يبيض الله وجوههم حتى يخترقوا في النور بصيرة 500 عام، والمنافقون من ورائهم يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا من انتظرونا نقتبس من نوركم، ليروا مكان أقدامهم ولا يرونه، وقد شبه الله حالهم بالسائرين في وقت المطر الشديد والبرق والرعد في الأهوال الهائلة في الليل والظلام، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، من شدة الهول يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، لا يرون مواطئ أقدامهم من شدة أهوال يوم القيامة. فلذلك الناجون لا يحصل لهم هذا الفزع ولا يحصل لهم هذا الظلام ولا يقعون في هذه الأهوال، وهم ناجون من كل ذلك يوم القيامة، جعلنا الله وإياكم منهم. ودونهم آخرون، منهم المتفاوتون في السير على الصراط، فالصراط جسر منصوب على متن جهنم، أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في النار، وعليه مضايق ومزلات، وهو مزلة مدحضة، وعلى أطرافه الأنبياء يشهدون، ودعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته. فناج مسلم ومخدوش مرسل، خدش أخذ شدقه، أخذت عينه، أخذت أذنه، أخذت رجله، أخذت يده بكلالب الصراط، ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون.